إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. إذا بتفهم إذا بتفهم ذرة، روح على سورة الأنعام الآية 161. مو أنت بتقول 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، بتعرف وين الجواب يا ناكر القرآن؟ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. إيش هو؟ سيف فوق جهنم. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة. القيم والأخلاق هي الصراط المستقيم. لذلك إبليس ماذا قال لله؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني إبليس جالس هلق على سيف فوق جهنم. خذ الآيات كلها، حاجة كذب وارد في القرآن. أنا عم بقول لك الآيات الواردة في القرآن، لا تكذب على الناس وعم تحط لي تعليق يعني يدل على الغباء واستخفاف في عقل الناس. روح على سورة الأنعام على الآية 161، افهم الصراط المستقيم. من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. في واحدة من عجائبه التي لا تنتهي يفاجئنا علي الكيالي بإنكار وجود الصراط يوم القيامة، فقد عد أن الصراط الوحيد الذي يعرفه المسلمون هو الصراط المستقيم الوارد في القرآن، والذي يعني طريق الهداية والأخلاق. ونحن لا ندري هل نضحك على مثل هذا الاستنتاج أم نأسف له. فبعيدا عن خلطه للمفردات واستغلاله لتشابهها، فلا شيء عقلي يثبت أن الصراط المعنوي في القرآن ينفي الصراط المادي المقصود في السنة، فهذا شأن وذلك شأن. وما نفي الصراط في الآخرة وحصره في معنى الأخلاق والقيم إلا قولا علمانية لا يريد من الدين إلا القيم الأخلاقية وينفي أي سيادة له. والصراط في الآخرة من مظاهر هذه السيادة كونه يعبر عن الحساب والجزاء. إضافة إلى ذلك، فإن الكيالي يستشهد بالآية الكريمة قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ليعيد حصر الصراط في القيم والأخلاق. لكن من يطالع كتب اللغة والتفسير سيدرك أن المعنى الذي ذهب إليه الكيالي غير دقيق. فالدين القيم لا يعني الدين المحافظ على القيم فحسب كما يتوهم الكيالي، وإنما يعني معنى أشمل من ذلك، وهو الدين المستقيم القائم والثابت والمعتدل، وهو معنى أشمل من دين الأخلاق العلماني بالطبع. فالصراط المستقيم الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدين القيم الذي هو الإسلام والتوحيد، أي إفراد الله بالعبادة والإيمان. أما الصراط الأخروي المار على جهنم فقد ثبت بروايات صحيحة متعددة وأجمعت الأمة على حقيقته، بما لا يدع مجالا واحدا للمناقشة والجدل حوله. ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة: فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته. ومنها حديث أبي سعيد الخدري: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. فلم يأتي المسلمون بالصراط الذي يكون يوم القيامة من عندهم، وكذلك لم يفسروا الصراط المستقيم الوارد في الآيات السابقة وفي سورة الفاتحة به، بل بيّنوا معناه الواضح بخلاف ما قال الكيالي. فهل يمنح الرجل نفسه فرصة حتى يتعلم قبل أن يتكلم، أم أنه ينكر السنة بالكلية فيضع نفسه في مأزق لا فكاك منه؟